فإذا خلوني نحكي عن هدول الثلاثة. الإكزامبل هو as follows. بدكم تتخيلوا شجرة، أوكي، وعايدي الشجرة معلقين، نحن على غصن من غصون الشجرة معلقين swing، مرجوحة، وفي حدا قاعد على المرجوحة obviously، وفي شخص كبير عم يحركه. اوكي، هلا انا رح بتطلع على نفس البروبلم بس من السايد فيو، يعني انا حشوف مرجوحه، سوري، حشوف مرجوحه هيك معلقه من هون ونازله، وهون في شخص، في ولد قاعد هون. اوكي، اوكي، وهون في عندي another person عم يدفشو. اوكي، هلا اذا دفشنا هيدا الولد وهيدا الولد اكشلي طلع لهون، وصل لهون بالمرجوحه، هيدي المسافة، هيدا الشيء، هيدا اللي عمله من هون لهون، هيدا هو الامبليتيود. فإذا الامبليتيود إذا بدكم قديش بيبعد هيدا الولد عن البوزيشن اللي حسميها هون أنا الإيكوليبريوم بوزيشن، يعني هو واقف أون إيكوليبر، إيكوليبريوم بوزيشن، قديش بيبعد عن الإيكوليبريوم بوزيشن، هيدي هي الامبليتيود. هلا ممكن حدا يسال، طيب واذا رجع لورا؟ ما هو عم يروح ويرجع اكشلي، كمان بس يرجع لورا بيكون عمل امبليتيود بس ان ذا اوبوزيت دايركشن. فاذا بدي اخذ من اعلى شيء لاوطى شيء بيكون في عندي دبل ذا امبليتيود. اوكي، هلا في احيان ناس بي اي ثينك باي ميستيك او باي ابيود لونجاج بيعتبروا انه الامبليتيود هي كل هيدي من هون لهون، اكشلي هذا لازم يكون ايديه من هون ولا بعدين بيكون فريك أو إجراء كمان. يكون فتل لأنه. أوكي؟ فإذا الأمبليتيود من الإيكوليبريوم بوزيشن اللي حنسميها زيرو. الزيرو. وهيدي هون صار عندي الأمبليتيود. أوكي؟ عظيم. طيب شو هي الفريكونسي؟ الفريكونسي هي كالتالي. خليني كيف بدي اعمل هلا؟ خليني اجرب اخذ نفس الرسم احسن ما اجي ارسمه. اوكي، الفريكونسي هي ايمتى؟ هي اوكي، اذا هيدي سميتها النقطة A برايم، ف من A برايم ل A هيدا حنسميه سيكل، سايكل، عمل سايكل كامل، سايكل كامل من A ل A برايم، بيرجع ل A، بيرجع ل A برايم، سايكل كامل. هلا نمبر of cycles per 1 second بالثانية الواحدة، هيدا بنسميه frequency.